تسقط عضوية النائب اللي يتخلف عنه شرط من شروط الترشح. ما يسقط عضويتهم إلا مجلس الأمة، ويجب على مجلس الأمة فقط إعلان إسقاط العضوية. دخول محامين من بريطانيا، هما والعدم سواء وليس لهم أثر نهائيا. لا رقيب على القضاء الكويتي، لا رقيب على القاضي إلا ضمير. أحد النواب قال راح يطعن في حكم التمييز. قضي الأمر ويجب عليهم تنفيذ الحكم. أي كان رضيت عنه أو ما ارتضيت، هذا حكم قضائي. يجب تنفيذ أحكام القضاء واحترامه، هذا أوجب واجبات النائب اللي أقسم على احترام الدستور. مجلس الأمة أساسه تشريع قوانين. عندنا في الكويت مشكلة في الصنعة التشريعية، إن النائب اليوم يهتم في الاستجواب أكثر ما يهتم بالتشريع. أصعد الوزير، أطيح الوزير، أنا أخذت البهرجة الإعلامية محتاجها. المشرع ما زال يعمل وفق معيار ما يطلبه الناخبون، والرقابة لن تكون إلا بأعضاء حقيقيين جادين يعملون من أجل الوطن مش مصالح خاصة.